لقد أغاض هذا العلم، علم الاستقلال، الجيش المتواجد في بلدة كفر روما، استنفر استنفارا أمنيا. تم القصف العشوائي على البلدة بعربات البي ام بي ورشاشات الثقيلة. استشهد طفل في المرحلة الابتدائية وإصابة أكثر من 15 طفلا. حاليا إضراب عام شل معظم البلدة. تم سرقة الدراجات النارية وإحراق أكثر من 25 دراجة.